بصح كيف ما قلتي انت استمتعتي الدور هو دور فنانه سميتها ابتسام كتكون يعني فنانه مشهوره وكاين واحد الفان ديالها مهووس بها. هذه هي القصه باش ما نحرقهاش، وكاينين بزاف ديال الحوايج غادي يوقعوا في الفيلم نخلي الناس يكتشفوهم اللي غادي يبينوا شويه الجانب المظلم ديال هذه الشهره. هي اول تجربه سينمائيه ديالي مع ناس جداد، مع المخرج ابراهيم الادريسي الحسني اللي كنوجه له تحيه من هذا المنبر، ومع طاقم فني وتقني رائع. فغير يعني لو فيت انها اول تجربه سينمائيه ديالي، فنبغي الناس يشوفوها ويعطينا رايهم. كانت مختلفة لأن الناس يعني مختلفين، طاقم مختلف، أول مرة نشتغل مع المخرج سي إبراهيم، فكانت تجربة زوينة مختلفة على التلفازة يعني من ناحية أجواء التصوير وداك الشيء، ولكن زوينة كان زوين. سي إبراهيم الله يعمرها دار يعني إنسان سلس وماشي مخرج ديكتاتوري، ولكن كنا بطبيعة الحال هذا لا يعني أننا كنديرو من راسنا، فاحنا كنشتغلوا وفقا للإدارة الفنية ديالو وكنتبعوا يعني لا فيزيون ديالو. كنقول لهم شكرا بزاف، هذا الشيء اللي بديت كنوصل ليه واللي وصلت ليه بفضلهم، فكنقول لهم شكرا بزاف على الحب وعلى الدعم اللي كنحس به في الزنقة وكنحس به في وسائل التواصل الاجتماعي. هوس فيلم سينمائي اللي أثرني من نهار الأول اللي تقترح عليا السيناريو. بالمناسبة كنشكر إبراهيم الإدريسي اللي اختارني باش ندير هذا الدور. سعيد، تركيبة نفسية صعيبة، الدور مركب معقد جامع بزاف ديال الأمراض وعقد نفسية اللي كتخليه أنه يدخل في حياة ديال واحد الفنانة ويقلبها رأسا على عقب. واحد الإنسانة مشهورة كيخربق لها حياتها، كيعيشها الجحيم، كيأديها نفسيا وجسديا وصحيا. نتمنى أننا نكونوا توفقنا باش نأديو الدور، وتوفقنا أننا نديروا فيلم زوين يروق الجمهور المغربي. الشغال داز في ظروف ملائمه، كنا متفاهمين بحال العائله الحمد لله. يعني نتمنى ان هذيك الروح وداك الشيء اللي عشناه في الكواليس يحسوا به الناس من خلال الفيلم، يحسوا بالمجهود اللي دار، يحسوا بالحويجات درناه من القلب، كنتمنى يوصل للقلب ان شاء الله. التصوير كان في مدينه فاس وكان في ضواحي مدينه افران، وكان تصوير في الصيف يعني في الحراره ديال بصح. رسالة اللي نبغي نوجه للناس المغاربة كافة أنهم دخلوا للسينما، شجعونا، دعمونا، تفرجوا في الأفلام المغربية، احنا غنحاولوا ندير لهم مجهود كبر وكبر، في كل مرة كتشجعونا في كل مرة نعطيهم مجهود أكثر، مرحبا بكم، السينما راها ديالكم. الجديد اللي كاين احنا دابا في تحضيرات المسلسل بوليسي، داكشي علاش كاين هذا المونتاج العجيب، وكاين أفلام سينمائية اللي قريب تخرج، منها فيلم سيرلوكو، منها فيلم تي اش تي، وأفلام أخرى إن شاء الله بحال بنت الفقيه اللي قريب يكونوا في القاعات السينمائية، نتمناو حتى هما يلقاو نجاح كبير. أنا اليوم الدور ديالي غنكون صديقة الأنتيم ديال جيهان كيداري، دونك أنا هي ديك صاحبتها اللي ديما كتبغي تفيقها. الأجواء كانت زوينة حيت صورنا فاس وأنا فاس مدينتي، وأكثرية الناس اللي كانوا تما كانوا هما فاسيين، قليل الناس اللي كانوا. مي أنا بالنسبة لي التعامل كان مع جيهان كيداري، مراد حميمو، رفيق بوبكرلا، بالنسبة حتى المخرج كانت الأجواء زوينة بزاف، وكلشي كان كيتعامل بلطف، وكنتمنى أن كاع لي تورناج يكونوا بحال هكاك باسكو كنا بحال أون فامي. الدور ديالي أنتم غتكتشفوه دابا ملي غندخلوا القاعة، ما بغيتش نحرق بزاف الأمور. المهم انا غادي نخون جيهان مع امين، المهم قصص كثيره غادي تشوفوها في الفيلم بلا ما نحرق لكم المراحل. اجواء التصوير كانت رائعه لانه كان الفيلم في 2022 وجا في الصهد، كان واحد الضغط كثير، ولكن دركنا الامر على اعتبار انه ليكيب كانت فاسيه وكان ضروري علينا انه خصنا نصوروا في فاس وفي النواحي. ليكيب كانت متسهلة بزاف والممثلين رائعين وكلشي ممتاز، كلشي رائع. اللي نبغي نقول لكم هو انه فيلم هوسي سهل انكم تفرجوا له، وغادي يكون في القاعات السينمائيه ابتداء من 11 في هذا الشهر، فما تبخلوش واجيو تفرجوا.
شكرا لكم جيتوا شرفتونا. تبارك الله عليك. اذا غادي صافي كمل الطاقم هنا واخا واخا هادشي هادشي يا هادشي هادشي دابا وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.